السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم نبدي إن شاء الله محاضرتنا الرابعة، اللي هي اليوم تتكلم عن الكوانتيتي الكمية وشون نفرق بيناتهم. أول شيء إحنا من نقول مثلا أنطيني قلم، تعريف أي مفرد نكرة، تعرفون النكرة والمعرفة بالعربي. إذا تعريف النكرة نقول a pen، can you give me a pen؟ أي إذا نريد نقول له يعني أنا ممكن تجيب لي قلم، أي قلم. هنا إذا أريد أعرفه أريد تجيب لي القلم فنقول ذا. إذا ذا تعادل ال بالعربي، وأي وآن تعني واحد من مجموعة. مثلا red is a color، الأحمر هو لون. هو أكو هواية ألوان. الآن اللي هو يستخدم قبل حروف العلة اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. الآن والأي هم نفس الشيء، بس الأي يستخدم للحروف كلها، والآن يستخدم لهاي الحروف حروف العلة عندما تلفظ كحرف علة. نعم، يعني هنا أي الجمع. الجمع مال الاسم هو عبارة عن الاسم نفسه زائد اس او اي اس. a week تصير جمعها مثلا اذا عدني اسبوعين two weeks، شوفوا ضفنا اس اس. a box boxes اي اس، وهكذا. اكو طبعا بعض الشواذ بين عملية الجمع اللي هي المان جمعها مين، الومن جمعها ومين، child جمعها children، foot feet tooth teeth، mouse mice، sheep sheep، fish fish، person people جمعها. العدد والكمية، نان يعني كل شيء ماكو، نان يعني ولا شيء ماكو. A little a few اثنيناتهم يستخدم للتعبير عن القليل، كمية القليلة. اثنيناتهم يستخدم للكمية القليلة. some يعني بعض، بعض الشيء، بعض بس بعض. much money اللي هي تعبير عن الكمية الكبيرة، معدود وغير معدود. هسه راح نشوفها كل واحدة بالتفصيل إن شاء الله. all يعني الكل، all يعني الكل. much means a lot of أو great quantity أو amount، يعني شنو؟ يعني كمية كبيرة. الكمية الكبيرة معناتها كمية كبيرة، ويستخدم مع الأسماء الغير معدودة. يعني مثلا حليب milk، ما أقدر أقول له milks، ما أقدر أقول له milks، milk. food الطعام، food الطعام، يعني هو مجموع، هو عبارة، مو هو طعام وطعام، هو مجموع. إذا much استخدم. There is not much food in the ice box، في صندوق الثلج. money نفس الشيء، تعبير عن كمية كبيرة، ولكن يستخدم مع الأسماء المعدودة. There are many different colors، there are many different colors. إذا much تجي ويا المني اللي هي النقود، تجي مع الفود، تجي مع التايم. المني هاي بالنسبة للماتش. المني تجي مع مثلا بوكس، بيبول يعني ناس، دايز. واضحة؟ شنو تعريف الـ uncountable nouns؟ We see them as masses and not as separate objects. يعني الأسماء الغير معدودة نشوفهم ككتلة واحدة وليست ككائنات منفصلة. والcountable nouns نستخدمهم مثلا الأرقام اللي نستخدمها ونحط قبلها أي أو آن بالarticles. أي آن. They have plurals. They have plurals. يعني يكونون مجموع. countable nouns هم يكونون مجموع اللي نقدر نعدهم. نعم. راح نجي إلى ال little وال few. شنو الفرق بينهم؟ ال little يستخدم مع التعبير عن كمية القليلة، ولكنه يستخدم مع الأسماء الغير معدودة. الغير معدودة. مثال: she drank only a little of her milk. يعني تناولت كمية قليلة من الحليب مالتها. تناولت كمية قليلة من حليبها. a few معناتها رقم صغير، مو هواية. معناه عندي قليل من التفاح بالشجرة، قليل من التفاح بالشجرة. تأتي مع الأسماء المعدودة، تأتي مع الأسماء المعدودة. واضحة؟ إذا شنو الفرق بين الفيو واللتل؟ اثنيناتهم يعبرون عن كمية قليلة، ولكن هذا يستخدم لغير المعدودة، وهذا يستخدم للمعدودة.
واضحة إن شاء الله. نفس الشيء المثال عليها a little money أو food أو time will few books أو people أو days. زين a few. إذا اثنيناتهم يأتون للقليل لكن واحد منهم غير معدودة واحد منهم معدودة. يا هو الغير معدودة a little، يا هو المعدودة a few. واضحة؟ الماني ما نقدر، النقود نقود يعني هي كمية. الفود طعام هو كمية لكن مو ما بي انه اس على مود الجمع. تايم وقت، هذا كله غير معدود، مو اقدر اقول وقته وقت. افيو بوكس نانا لا معدود لانه المفرد مالته بوك. بيبل المفرد مالته بيرسون يعني هو معدود، شخص اشخاص، بيبل يعني ناس اشخاص. دايز داي المفرد مالته، بس ماني ماني عفو فلوس شنو مالته المفرد؟ ماكو. فود طعام شنو مفرد مالته؟ ماكو. نعم. سم واني، سم معناتها بعض، سم بعض يعني نمبر او كوانتيتي ذات از نوت ناون يعني نون عفوا يعني فد كميه او شيء يعني ما محدد ايش قد وانما هو بعض بعض. Brenda didn't read all didn't read all her books. She read only some of them. يعني هي ما قرأت كل كتب وإنما قرأت بعضها بعضها. فالأني يعني أي شيء أي شيء ما يهم. يعني واحد يقول له مثلا تريد أجيب لك مثلا شو تحب تشرب، يقول له أي شيء. أني 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 يعني أي شيء، أي هي تعني أي واحد لا يهم ما هو. Any means that it does not matter which one. Take any seat you like. يقول له خذ أي مقعد أنت تريده يعجبك. نعم. إذا limited و unlimited. مثلا راح ناخذ بعض الأمثلة. I like some pop music. هنا أنا بعض من أنا أحب بعض من موسيقى البوب. I like any pop music. هنا أنا unlimited يعني غير محدود. أنا أحب أي نوع من الموسيقى البوب. هذا هنا أنا أحب بعض من موسيقى البوب. هنا أنا أحب أي موسيقى بوب. I don't like some pop music. أنا ما أحب بعض الأنواع من pop music. I don't like any pop music. هذا أبد ما يحبه. هذا ما يحب بعض من عنده. هذا أبد ما يحبه. Is there someone here on Saturday? هل هناك أحد؟ someone يعني أحد، someone يعني واحد أحد. Is there anyone here؟ بالسؤال هنا هل يوجد أي أحد؟ هل يوجد أي أحد؟ وهكذا. هذا بالنسبة لهنا limited يعني المحدود. السام يكون محدود، بعض من شيء، بعض من مجموعة. unlimited أي شيء، أي واحد، أي مقعد، أي شيء. عندي بعض أيضا الكميات من الكوانتيتي اللي هي something شيء ما، أي شيء يعني شيء ما. anyone أي واحد، أي واحد. nobody ولا أحد، there is nobody in the house. everywhere في كل مكان، everywhere في كل مكان. نعم العفو، هاي صايرة الشاشة رايحة. نعم راح أعيد لكم إياها، هذا الشابتر الجديد. نعم أول شيء حكينا عليه هو الفرق بين much و money. It says here milk. How much milk do we need? Two liters. And eggs. How many? استخدمنا many. A dozen. And what about potatoes? How many potatoes? لأن البوتاتوز شنو معدودة. البوتاتوز معدودة. المفرد مالتها بوتاتو. فإذا نقول many. A kilo is enough. And butter. البتر هو زبد. فإذا نقول عليه نستخدم الماتش. نستخدم الماتش. هل نقدر؟ هل نقدر نعد الحليب؟ هل نقدر نعد الحليب؟ ما نقدر نقول ملكس، لأن ما نقول ملك،
ما نقدر نقول ملكس. زين، فاذا هذا شنو ما نقدر نعده، بس الاكس نقدر نعده اللي هو البيض. فاذا ايش وقت نستخدم هاو ماتش وايش وقت نستخدم هاو ماني؟ هاو ماني ويا البيض لان معدود الاكس، وهاو ماتش مع الملك. وهنا أنا مكتوبه ترجمتها. هنا انا شرحت لكم اياها انا، بس كانت الشاشه متوقفه ما صاير عمليه الشيرنج للمحاضره. هنا أنا مثلا ده بعض الاسئله. Do we need anything else? Do we need anything else? هل تحتاج الى اي شيء اخر؟ راح نلاحظ استخدمنا anything. Anything. Let's have a look. We have got some. اخذ نظره. أني لدي بعض. إذا هنا استخدمنا some لأن الجملة مثبتة. Some apples. معدودة. معدودة. Indeed, أنا some apples. Apples. But there aren't any grapes. ما عندي أي عنب. هنا any. Any. And there isn't any coffee. ما عندي أي كوفي. دح نلاحظ إنه الأني ده تجي ويا النفي وده تجي ويا الاستفهام. But we have got some tea. لكن إنه أنا عندي بعض الشاي. Is there any orange juice left? هل عندي أي عصير متبقي؟ أو did somebody finish it؟ أو إنه شخص ما قد كمله. شخص ما قد كمله. نعم عندي قليل. ولكنه مو هوايه. ليش استخدمت ليتل؟ لانه الاورنج جوس هو مثل ما قلت لكم عصير، يعني ما بي مفرد وانما هو جمع. وانما هو جمع. اذا بس مو هوايه. So we need some more. نحتاج بعض اكثر. والفيجيتابلز والفواكه. Have we got many vegetables؟ هل عندنا هوايه فيجيتابلز؟ شو استخدمنا many ويا الفيجيتابلز؟ لانه اس الشخص الثالث. نعم عندي few carrots. Few carrots يعني قليل من الجزر. لكن عندي هواية بصل. لكن عندي هواية بصل. أنا أحتاج، لا تنسون we need a lot of crisps. يعني أحتاج كثير من الشرائح. My new views are coming tomorrow. My new views are coming tomorrow. نعم هنا راح نلاحظ أنه lot of تستخدم مثل الماتش والمني مع المعدود وغير معدود، وهي تعبر عن الكمية. A lot of. نعم. Many nephews are coming tomorrow. كثير من أبناء أخي راح يجون باكر. هنا ايش يقول لنا؟ يقول لنا some والأني والماتش والمني والألوت والألوتس أوف. ايش وقت تستخدم؟ ألوت والألوتس أوف يستخدم مع المعدود وغير المعدود والجمل المثبتة وجمل السؤال وجمل الاستفهام والسلبية. السم يستخدم مع المعدود وغير المعدود، والجمل المثبتة اللي هي الجملة الصحيحة يعني عفوا الإيجابية، والاستفهام والجمل السلبية ما يستخدم سم، يعني مع النفي ما استخدم سم. الأني أيضا يستخدم معدود وغير معدود، لكن ما يستخدم بالجمل السلبية الإيجابية، وإنما يستعمل مع الاستفهام ويستخدم مع الجمل المنفية اللي هي النفي. قلت لكم الأني نفي واستفهام. الأني نفي واستفهام. نعم. عندي الماتش اللي هو يستخدم مع الغير معدود، ما يستخدم ويا المعدود، ويستخدم بالجمل المثبتة، ويستخدم ويا السؤال، ويستخدم ويا الجمل المنفية. أيضا يستخدم مع الجمل المنفية. بس ما يستخدم مع الجمل الصحيحة الإيجابية يعني. المني نفس الماتش ايضا يستخدم استفهام، يستخدم نفي، ولكنه يستخدم مع المعدود. مع المعدود. الورسوف معه هو حاط لكم اياها، يستخدم مع كل شيء. افيو يستخدم مع الجمل المثبته، لكنه ما يستخدم ويستخدم ويا افيو، يستخدم مع المعدود. والتل يستخدم ويا غير المعدود. راح نجي نشوف هذا مناقشة للقواعد. Have you got؟ راح نحط some أو any. Have you got؟ ما دام سؤال استفهام، فإذا نقول any brothers or sisters. We don't need فراغ olive oil. Any. We don't need any olive oil. Here are some letters for you. Here are
some letters for you, بعض الوسائل لك. I need some money. هنا الجمل مثل ما قلت لكم مثبتة، يعني إيجابية، ما بها لا نفي ولا استفهام. Is there؟ إذا نحط وياه any. Is there any petrol in the car؟ نعم. Any تجي ويا الاستفهام والنفي. هسا حنحط much أو money. Have you got much homework؟ لأن homework واجب بيتي، ما بي مفرد، ماكو homework هاي، وإنما homework هو جمع واجب بيتي. We don't need for our eggs. Just have a dozen. We don't need. حنحط ماشي ما العفو much لو many eggs بيض. إذا many eggs. But just have a dozen. Is there فراغ traffic in your city? ازدحام ما بمفرد ازدحام هاي. إذا much نستخدم. I don't know فراغ students in this class. أنا ما أعرف فراغ students. نحط much لو many. Students معدود طلاب. Students مفرد مالته إذا many. How far people live in your house? Much لو many. ال people هم ناس. المفرد مالته person. إذا هو جمع. أنا هيمشي يكون عنده مفرد. يعني من أقول orange juice ما معدود. ال orange juice ما له مفرد، هو عصير. عصير. عصيراية مصير. واضح؟ فإذا نقول how many people live in your house? Complete. هسه راح نحط little a few or a lot of. نعم. I have فراغ close friends two or three. احط few لو little مبينه close friends. Friends معدوده مفردها صديق. اذا ايش احط few. I have a few. He has فراغ money. He is a millionaire. هو he has money. He is a millionaire. Little, a few, low a little. راح نحط low a lot of. هو مليونير. إذا شو نحط a lot of. سواء معدود سواء غير معدود. لكن من سياق الجملة حتحط a lot of. Do you take sugar in coffee? Just فراغ half a spoonful. يعني هل أنت حطيت أو أخذت شكر بالقهوة؟ Just فراغ half a spoonful. راح نحط a lot of لو a few أو لو a little. دي يقول نص ملعقة كوب spoonful يعني نص ملعقة كوب يعني إذا قليلة. راح نحط a few لو a little. راح نحط هو الكوفي معدود ولا غير معدود؟ ماكو قهوة جاية. أكو كوب قهوة إي. لكن ماكو فإذا القهوة غير معدود. فإذا إيش أستخدم؟ a little. a little. Have you got فراغ CDs? Hundreds. يقول له انه انت هل ايش قد اخذت عندك سيديات؟ فهذا يقول له بالمئات. اذا ايش اقول له؟ اقول له a few لو a little لو a lot of بالمئات عنده. اذا ايش اقول له؟ a lot of. Have you got a lot of CDs؟ فيقول له hundreds. اذا دلفتين من سقط الجواب. واذا هو a little او a few نشوف هل هو معدود او غير معدود. I will be ready in فراغ minutes. استخدم a few لو a little. لو على طوف أنا راح أكون جاهزة أكيد يعني بدقائق قليلة. إذا أستخدم a few لو a little. أستخدم a few لأن من الدقائق معدودة. She speaks good French but only فراغ Arabic. هي تتكلم الإنجليزية بصورة جيدة ولكن تعرف شوية عربي but only قليل من العربي. بين only تجي ويا قليل. only تجي ويا قليل. But only ما نقدر نقول a lot of Arabic. لا. But only a little. But only a little. ليش Arabic غير معدود. Arabic غير معدود. هاي إن شاء الله تكونون يعني شفتوها. يعني شلون حطينا الماتش والمني. شلون نعرف المعدود وغير المعدود. أهم شيء المعدود يكون عنده جمع وعنده مفرد. الغير معدود يكون ما بيه مفرد. طبعا هاي كلها أنا موجودة عندي. هاي اللي شرحناها هسه. وين نستخدم الـ anything، وين نستخدم الـ coffee، الـ match والـ money. وهاي شرحناها هسه هذا الجدول. شو وقت تستخدم some، شو وقت any. هاي هنا القطع الثلاثة اللي أخذناها. أول واحدة من استخدمنا الـ any والـ some. الـ any والـ any يستخدم بالنفي والاستفهام. الـ some تستخدم بالمثبت. مثل ما قلنا هنا عندي شنو هذا؟ نعم
هذا مثل الحمام باثروم، ويقول لك باوعي إلى هذا الحمام مال سارة وبيكي، ومنطيك هذا ميك أب، شامبو، تاولز، خوليات، هاي سوي عليهم أسئلة، سوي عليهم أسئلة. أنا سويت الأسئلة لكم، راح نجي نقراها هياتها. هاي مثلا يقولها سؤال عن الشامبو، سؤال عن الشامبو أول شيء، فش نقول له؟ Is there، من أريد أسأل أكو شامبو؟ Is there any shampoo؟ Yes but not much. ليش استخدمنا any؟ لأنه استفهام. استخدمنا الماتش لأن الشامبو غير معدود. زين. Have they got many towels؟ مناشف. Towel منشفة، مناشف جمع. إذا استخدمنا many. Yes a few، استخدمنا a few. Are there any toothbrushes؟ هل يوجد عندها فرشات أسنان؟ هو تباعون على الصورة وتسألون. زين؟ فتقول له but not much. العفو there are two. إذا هنا هذا معدود. Toothpaste معجون أسنان، هذا غير معدود. شوفوا but not much. كل الأسئلة نلاحظ بها any. كل الأسئلة any. Toilet paper؟ نعم a little. نعم a little. توليت بيبر ورق تواليت، ما بي جمع، هو جمع يعني ما بي مفداية ورقاية. نعم. هير برشز فرشة الشعر، اني هير برشز فرشات شعر. I can't see any، باعوا الاني شلون جتي؟ مع النفي، مع النفي. Have they got any bottles of perfume؟ lots كثيرا. نعم. هاي تدربون فقط عليها تشوفوها. زين. أيضا عندنا مجموعة من الجمل. نعم. عندي مجموعة من الجمل. هنا شنو؟ راح نحط some أو any أو every، no nothing، one body، where. Did you meet؟ فراغ، interesting، at the conference. خلينا نرجع على الأسئلة الأصلية واحنا نحاول نحلها هياته. احنا نحاول نحلها. هاي نحطهم بالفراغات هاي. Did you meet؟ Did you meet؟ فراغ، interesting، at the conference. هل لقيت أي واحد مهم بالكونفرنس؟ إيش نستخدم some لو any لو every لو no لو think one، يعني هاي نحطها something لو someone somebody، يعني هيك نجمع somewhere anything anybody anyone anywhere everything everyone everybody everywhere when no nothing no one nobody nowhere. واضحة؟ إذن did you meet فراغ interesting، ما دام استفهام إذا لازم إيش نستخدم any، راح نستخدم anything لو نستخدم anyone، لو نستخدم anywhere راح نستخدم anyone. Did you meet anyone؟ هل التقيت بأي شخص؟ Yes I meet فراغ who knows you. نعم التقيت في واحد، يعني شخص ما مثلا أقول. إذا شو أقول؟ someone، ما أقول something لأن مو شيء مو جماد، أنا التقيت بإنسان بواحد someone، ولا أقول له somewhere يعني مكان، somewhere يعني مكان ما. فإذا شو أقول له؟ Yes I meet someone. Oh, there is فراغ in my eye. There is فراغ in my eye. أكو فتشي بعيني. شو أستخدم؟ أني لا. جملة مثبتة. Every كل. No. No يعني ماكو. بس أنا دا أقول أنه فتشي بعيني. إذا شو أستخدم some. من أقول فتشي يعني some. Something. مو someone ولا somewhere. أستخدم something. Let me look. No, I can't see. مدى أقدر أشوف شنو؟ ما دام نفي استخدم any anything anything مدى ماكو اي شيء. Let's نعم let's go for exciting for our holidays. خلينا نروح في مكان من اسمه في مكان. اذا شو استخدم في مكان ممتع؟ شو استخدم؟ somewhere. somewhere we can't go for
that's too expensive. ما نقدر نروح إلى أي مكان يكون غالي، إذا شو استخدم؟ anywhere. anywhere. طبعا هاي كلها لازم انه من بسياق المعنى هي تنفهم، بس نلاحظ انه النفي والاستفهام تجي ويا اني، والجمله المثبته تجي وياها سم. اول ما سالنا انه انا التقيت بشخص ما، فاذا استخدمنا سم وان، انه انا اشتريت شيء ما something، او اكو شيء بعيني فاستخدمت something، وهكذا. I'm so unhappy. فراغ loves me. اني مو سعيد. ليش فراغ loves me؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ Nobody, nobody loves me. ولا شخص يحبني. ولا شخص يحبني. هذا استخدام nobody. I know فراغ who loves you. Me. أنا أعرف واحد، إذا نقول. أنا أعرف شخص ما يحبك. اللي هو أنا. إذا شخص. شخص somebody. شخص ما somebody. I lost my glasses. أنا فقدت قلاصاتي. I looked فراغ. But I couldn't find them. I looked فراغ. But I couldn't. يعني أني ضيعت مالتي الجلاسز. نظاراتي. وأني دا أدور أنه بوعت بكل مكان. كل مكان. إذن هو من الاسم كل مكان. Everywhere. Did you buy فراغ at the shops? Did you buy? مدام استفهام، إذا استخدم any. إذا did you buy anything at the shops؟ أنه هل أنت اشتريت أي شيء؟ No. No. مدام نفي، إذا شو استخدم nothing؟ يعني أنا كل شيء ما اشتريت. I didn't have any money. ما عندي فلوس. إذا no nothing. ما اشتريت شيء. I am bored. يعني أنا ملان. I want فراغ interesting to read. Or فراغ interesting to talk. Or فراغ interesting to go. شو هنستخدم هاي الثلاث جمل؟ مبينة. أريد فشي ممتع للقراءة، أو فشي ممتع للتحدث، أو فشي ممتع للذهاب. إذن something. It was a great film. فراغ loved it. يعني نانا كان فيلم كلش عظيم. فراغ loved it. الكل حبه. كل واحد مبينة. كل واحد حبه. إذن شو نقول؟ Everyone. Everyone. وهكذا هاي مجرد انه تعرفون شلون استخدام الايفري، شلون استخدام النو، وهكذا. هاي هنا عندك مقالة، هاي المقالة لا عفوا، هاي مقالة بس هي ما واضحة، بس بالنسخة الأصلية واضحة. حاطتكم إياها أني، بس أشوفكم إياها، حاطتكم إياها زين تكون واضحة. هاي المقالة يسأل بعض الأسئلة عليها ياتها. هاي مقالة، وشوف شلون تستخدم الأي والآن والب. واضحة؟ هاي شوية تتمرنون عليها، هي هياتها. هنا طبعا يعني داود يسألك انه قبل المفرد شو تحط، وبعد المفرد مثلا شو تحط، وهكذا. مثلا هنا عندك تدريب، هنا عندنا تدريب كلش حلو. هذا هنا complete a and or nothing. I have two children, boy and girl. شو استخدم a boy and a girl؟ زين هنا انا استخدم a، وهنا انا استخدم زين. هنا انا بدي اعرف الboy انه هو 22 والgirl هي 19. اذا شو اقول له؟ العفو، شو اقول له؟ the boy is 22 and the girl is 19. انا عندي بنيه وولد. الولد هالقد عمره والبنت هالقد عمرها. George is فراغ soldier، يعني جندي. اذا ايش استخدم له؟ مبينه a. In army. In army. إيش استخدم؟ هو جندي؟ جندي هو نكرة. هو جندي. مو الجندي. جندي. بالجيش. إذن in the army. And Nadia is at the university. Is at university. It at العفو the university.
My husband goes to فراغ by فراغ. My husband راح للعمل مالته by car. He's to the work by the car, by a car. راح للعمل مالته by a car. He is فراغ accountant. استخدم أي لو آن؟ استخدم آن. I don't have a job. I stay at the home and look after the children. And look after the children. هنا مثلا يقول له My husband goes to work. هنا ما يحتاج نحط له لا أي ولادة. By فراغ car. أيضا ما يحتاج by car. He is an accountant. I don't have a job. I stay at home. أنا باقية بالبيت. And looks after the children. وأعتني بالأطفال. واضحة؟ هاي أما تحط أي أو أن أو ذا أو ما تحط شيء. أو ما تحط شيء. هسا هذا lovely day. What a lovely day. ليش ما قلنا أن؟ لأن مو حرف علة. Why don't we go for picnic in the park? For picnic in the park. In the park. هنا عبالك شوية ناقصة. For أنا أريد أقول أي نزهة. For a picnic in the park. بالبارك. What did you have for فراغ? Just فراغ. شنحط. What did you have for lunch? نقول for the lunch. طبعا ممكن نقولها. For lunch. Just a sandwich. A sandwich. ما نقول the sandwich. ما نريد اللفة. لا أريد بس sandwich. أريد بس sandwich. واضحة؟ هاي مجرد أيضا تدريب على الـ A والـ N. الـ A والـ N. هاي محاضرتنا لهذا اليوم. هاي محاضرتنا لهذا اليوم. هنا هذه المقالة اللي قلت لكم عليها. هاي هنا الشيء يريد أن واحد يقراها ويشوف إذا هي تحتاج أكو بعض الكلمات. He lives in an old city in the center of Iran. هنا إيران محتاجة تحط قبلها لا A ولا N. إذن هي شنو؟ إيش تعتبر هي؟ No article. No article. Where he has a candy shop. A candy shop. He sells a lot of different kinds of candy. Different kinds of candy. A lot of. أيضاً different kinds. هنا نلاحظ A ولاحظ the different kinds. فإذن هي no article هنا. Which is made from nuts. ما حطينا the. قبل الاسم ما حطينا لا the ولا أي ولا أن. إذن هي no article. My uncle enjoys meeting and taking to هي موجودة بال لاحظوها بالحلول بالحلول واضحة القطعة هياتها which is made from notes. My uncle enjoys meeting and talking to his customers. To his customers who come from all different parts of the country. إذا هنا أيضا ما استخدم all while all the different parts. لا استخدم the ولا استخدم a ولا an. واضح؟ They buy a few packets of همينة سوهان or gas. ما حط لا a ولا the. Which are two kinds of candy. باعوا ما حط هنا the. واضح؟ People buy the candy. هنا حط the. As a souvenir for their family and friends. Family and friends. Risa has a son. شوفوا حط A. And a daughter. حطت A. His son sometimes helps him in the shop. شوفوا the. His shop is in the bazaar. The. Where there are a lot of other shops selling. No article prior bits. هنا ما حط لا the ولا A ولا شيء. No article أيضا. Vases, perfumes, textiles. يعني دي عددهم بس بدون ذا. بدون ذا. هاي لما نشوفون no article يعني لا أي ولا أن ولا ذا. Hat. Once a week, my uncle goes by فراغ. شوفوا حط باص. With his wife and children to the village. To the village. نال ذا حطها. Where he was born and has lunch. With العفو.
his mother and father and other members of his family. شوف ما حط there قبلها. He is one of the happiest men I know. إذا لو نرجع إلى القطعة الأصلية هي ما بها كلمة no article، لكن أنه اللي يفهمك no article أنه قبل هذا الاسم، هي لأنه الأي والآن والذي تجي قبل أسماء، ده يفهمك أنه قبل هذا الاسم منحط ذا ولا أي ولا آن، وهي نكتبها no article، فنكتبها no article. نعم هنا بدا يفهمك أنه بعض المرات ما تجي، فلهذا جاء التمرين اللي بعده اللي شرحناه إحنا هذا. I have two children, a boy and a girl. على غرار المقالة اللي قبلها. Is a soldier in the army. My husband goes to work. هنا no article. ما حط الأي ولا ذا. By car. He is an accountant. شوفوا حط an. هنا go for a picnic in the park. Have for lunch. شوفوا هنا ما يحتاج أنه يحط أي. هنا ما يحتاج أنه يحط أي. Just a sandwich. واضحة؟ فإحنا المقالة إذا ما بيها الاسم، إذا منحط في بعض الأحيان منحط قبل أي أو ذا أو أي آن، ليش؟ لأن ما يحتاج، فبهالحالة يكون no article. في بعض الأحيان نحطه للتعريف بي، أي يجي قبل النكوة أبين بيكنيك وهكذا، ذا لا ذا عرفه، ذا للتعريف وهكذا. هاي محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله أنزلكم إياها بعون الله إن شاء الله اليوم أو بكرة إن شاء الله يعني، ونلتقي إن شاء الله الأربعاء على وقت المحاضرة. وجاء القراءة، أريد تحضرون هاي المحاضرات كلها، تقروها قراءة جيدة. وجاء سين المادة دي تكثر، إذا نراكمها ما راح نستفيد أي شيء، تقولون من اللي قريته مطلوب إعادة ممكن، بس أما أنت كل شيء مقاري وتعالي عيدي لا، أنا راح أسألكم أسئلة. نعم واضح، ممكن نعيد أي نقطة تريدوها، لكن أنه أريد من عندكم شنو؟ قراءة، أريد قراءة. فنلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء.